طب ياسمين، كان في كده موقف احنا عرفناه عنك، انه لما كان يجي يضربك انت شبه جدتك مامة الفنان لوزة، كان يقول ممدوح، لي يا لوزة، فلما يجي مثلا يضربك او تضرب يخانقك امك تضرب برضه، مامتك، ينفع تضرب كده؟ امك. كنت سوا كان بيعمل ايه لما كان كان يجي؟ بيضحك، كان بيضحك هو اكيد. كان بيضحك، هو كان دايما يقول لي انا عندي ازمة معاكي، انه انا كنت شبه مامتي. يعني في ناس تحس انه والدي شعره لونه شويه بني وعينيه عسلي والالوان مختلفه، فانا واخده الوان والدتي، بس الشيب لاين بتاع الوش، الملامح، العظم، الفك وكذا، شبه مامته. يعني انا عندي صوره في البيت لمامته وهي لجدتك. لابسه جدتي، مامته نسخه مني، نسخه مني. فانا لقطت هذه الجريمه يعني. فمره وانا صغيره، هو كان بيهوش، هو ما كانش بيضرب خالص، هو كان عنده حاجه ايه، هو ينفع الكتب اللي مرميه دي، فيجي يعني مش بيهوش، بس اللي هو مثلا كانه بيصدر طاقه ان هو هيجي يزعق، انت بتعمل كده مع امك يا ممدوح، عيب. يضحك لان هو اصلا كان بيبقى مفتعل، هو بس بيعمل فكره ان ماما بتقول له قوم زعق، مش انا اللي طول الوقت بزعق وانت كيوت وبتاع، فهو كان بيعمل حاجات شبه كده، بس هو كان جميل. طيب جدا. طيب